اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. لمواليد كل برج صفاتهم الإيجابية أو السلبية التي تميزهم عن مواليد الأبراج الأخرى، وبعض هذه الصفات الإيجابية تكون هي السبب الذي يجعل الآخرين يحبون مواليد هذا البرج أو ذاك. فما هي هذه الصفات التي تميز مواليد كل برج وتجعلهم محبوبين من الآخرين؟ هذا ما سيخبرنا عنه الفلك ونتعرف عليه وإياكم من خلال الفيديو، تابعوا معنا. لكن قبل ذلك لا تنسوا أن نقرأ على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. هذه هي الصفات التي تجعلكم محبوبين من الجميع. برج الحمل. يملك مواليد برج الحمل عدداً من السمات التي تجعل الكثيرين يعجبون بهم ويقعون في حبهم. أهم هذه السمات هي الإخلاص، فهم من أكثر الأشخاص إخلاصاً. هذا ما يميزهم عن مواليد الأبراج الأخرى. بالإضافة لهذه الصفة، هم أشخاص شجعان يواجهون العقبات بكل صلابة، ونجدهم في أغلب الأحيان يتولون منصب القيادة دون تجاهل أن معظمهم يمتلك شكلا خارجيا جميلا وكاريزما ولياقة بدنية عالية. برج الثور. الكرم هو السمة الأبرز في مواليد برج الثور، فهم يعتبرون الأكثر كرما بين مواليد جميع الأبراج. وعلى الرغم من أنهم يحبون تدليل أنفسهم، لكنهم في الوقت ذاته يحاولون بذل كامل طاقاتهم في تدليل جميع الأشخاص المحيطين بهم وإشعارهم بالأمان طوال الوقت. كما يؤكد الفلك أن مواليد هذا البرج أشخاص حساسون للغاية، وقادرون على جعل جميع من يحيط بهم يشعر بالمحبة والترحيب الدائم، بالإضافة لقدرتهم الكبيرة على إيجاد قيمة مرتفعة في متع الحياة البسيطة البعيدة عن الرفاهية. برج الجوزاء. إن مواليد برج الجوزاء أناس ساحرون بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالسحر هو سمتهم الأبرز. لكن القليل جدا من الأشخاص يمكنهم أن يفهموا شخصية مواليد هذا البرج، ولأنهم ينتمون إلى برج التوأم فهم يحملون الكثير من المشاعر المعقدة والمتداخلة التي تعتبر أساس كل السحر الذي يمتلكونه. ومن المميزات التي يتمتع بها مواليد برج الجوزاء امتلاكهم لحس النكتة التي تظهر بشكل فطري نتيجة ذكائهم الحاد، ولذلك نجد أن الجميع يسعون للتواجد في جلساتهم المسلية والممتعة لأقصى الحدود. برج السرطان. يعتبر مواليد برج السرطان أكثر الأشخاص تعاطفاً مع الآخرين، فمن الصعب جداً أن نجد أناساً غيرهم يملكون هذه القدرة على التعاطف مع المحيط، فهم يسعون بشتى الطرق لمساعدة الجميع والوقوف إلى جانبهم حتى يشعرونهم بالأمان والراحة. يعتبر مواليد هذا البرج أصدقاء حقيقيون، كما إن ذاكرتهم الممتازة تساعدهم على إظهار اهتمامهم بالآخرين، فهم لن ينسوا مطلقا التواريخ المهمة في حياة أصدقائهم، وسيظهرون لهم التعاطف خلالها بمختلف الطرق وأكثرها دلالة. برج الأسد. إن مواليد برج الأسد هم مواليد ملك الغابة، وبالتالي
هم الأشخاص الأكثر شجاعة بين الجميع. مواليد هذا البرج لا يخافون من أي أمر مهما كان، ولأن الغالبية لا يمتلكون هذه الصفة فإن ذلك يجعل مواليد برج الأسد أشخاصا محبوبين من الآخرين ومحط حسدهم في الوقت ذاته. كما إن هؤلاء الأشخاص الشجعان يملكون كاريزما هائلة، فهم كالكرة المضيئة التي تضيء الحياة لجميع من يحيط بها. كما إنهم يشبهون الأطفال لجهة الحب، فهم يحبون الجميع والجميع يحبهم. برج العذراء. اللطافة هي أبرز الصفات التي يتميز بها مواليد برج العذراء، فهم الأشخاص الأكثر لطافة بين مواليد جميع الأبراج، وهم يستمتعون كثيرا عندما يجدون أنفسهم قادرين على تقديم أي مساعدة أو خدمة للآخرين، سواء كان هذا الأمر بسيطا كتقديم فنجان قهوة لهم، أو كان أمرا كبيرا يحتاج منهم للكثير من الوقت والجهد. فهم وفي كل الحالات سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجميع على الوصول إلى أهدافهم والحصول على السعادة المرجوة، وهذا ما يجعلهم مصدر ثقة الجميع. برج الميزان. يمتلك مواليد برج الميزان قلبا من ذهب، فهم في قمة النقاء ولديهم طيبة قلب تدفعهم لأن يساعدوا الجميع في كل الأوقات، حتى أنهم على استعداد كامل للتضحية بسعادتهم وراحة بالهم في سبيل إسعاد الآخرين ورضاهم. كما إنهم يسعون بكل طاقتهم لتحقيق العدالة للجميع، فهل تعتقدون أنكم قادرون على إيجاد أجمل وأنقى من هذا القلب؟ بالإضافة لذلك، إن مواليد هذا البرج لديهم قدرة كبيرة على رؤية الأمور من كافة جوانبها، مما يساعدهم على تقديم النصائح الممتازة للآخرين مستخدمين أسلوبا محترما وراقيا لا يزعج من تقدم له النصيحة. برج العقرب. يملك مواليد برج العقرب سمات كثيرة تجعل الآخرين يخافون منهم أو تجعلهم يشعرون بأنهم تهديد حقيقي عليهم، لكن الخصلة التي تميز مواليد هذا البرج والتي يتمنى الجميع امتلاكها هي القوة. فهم يملكون قوة كبيرة غير قابلة للانكسار أمام أي عقبة أو موقف مهما كان نوعه. إن مواليد برج العقرب لا يمتلكون شخصية قوية وحسب، بل لديهم تصميم وإرادة كبيرين يستطيعون من خلالهما الوصول إلى جميع الأهداف التي يخططون لها. وعلى الرغم من أن كسب حب وثقة مواليد هذا البرج صعب للغاية، لكن من يستطيع الوصول إليها سيحصل منهم على الكثير من الحب والشغف والصدق والوفاء. برج القوس. لدى مواليد برج القوس تفاؤل لا يملكه غيرهم، حتى عندما تلقي الحياة عليهم كل أعبائها فهم لن يستسلموا، وسيبقى تفاؤلهم كبيرا بأنهم سيتخلصون من كل العقبات التي تواجههم، وبأنهم سيصلون إلى بقعة الضوء الصغيرة المتواجدة في نهاية النفق المظلم. وأجمل ما في الأمر أن التفاؤل لن يبقى محصورا بهم، فهم قادرون على نشره في كل المحيط. بالإضافة إلى ذلك، هم أكثر الأشخاص عشقا للحرية والمغامرة، وملهمون لكل من يحيط بهم، وبالتالي نجد أن الجميع يسعون للتواجد في الجلسات الممتعة التي يتواجد فيها مواليد القوس، الذين يمتلكون قدرة هائلة على الابتعاد عن الهموم والأحزان. برج الجدي. يمتلك مواليد برج الجدي تصميما وإرادة خارقين
كما إن لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، وهم عندما يقررون القيام بأي عمل أو الوصول لأي هدف، فلن تجد قوة في العالم تستطيع جعلهم يعدلون عن قرارهم. هم سيصلون إلى أهدافهم مستخدمين كافة الطرق الممكنة. إن هذه الصفات بالإضافة إلى الوفاء والإخلاص تجاه من يحبون تجعل من مواليد هذا البرج محط ثقة الآخرين ومحبتهم في الوقت ذاته. برج الدلو. إن الصفة المميزة لدى مواليد هذا البرج والتي تجعلهم محبوبين من الآخرين هي الفرادة، فهم لا يشبهون أحدا إلا أنفسهم، بل إن مواليد الدلو لا يشبهون بعضهم البعض، كما إنهم يملكون إنسانية وقدرة فطرية على التفكير الجماعي. بالإضافة لذلك فهم يتميزون بشخصيتهم المستقلة وقدرتهم الكبيرة على التواصل مع المحيطين بهم، خصوصا في الحياة المهنية التي غالبا ما تكون ناجحة للغاية. برج الحوت. بمجرد أن نذكر مواليد برج الحوت فسيخطر على ذهننا تلقائيا أننا أمام إنسان حساس ورومانسي للغاية، قادر على التعاطف مع الآخرين والتماهي معهم، كما إننا بالتأكيد سنجد شخصا مبدعا بعيدا عن الأنانية، يحب الجميع ويتمنى أن يعيش معهم بحب وسلام. لذلك نرى أن الكثير من عظماء الفن والموسيقى ينتمون لهذا البرج الحساس الذي يحب مواليده الأعمال التطوعية أو الخيرية ويشاركون فيها بصورة منتظمة. كان هذا ما يقوله الفلك عن الصفات التي تجعلكم محبوبين من الجميع، قدمناها لكم من قناة ريوش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو البرج الفلكي الذي تنتمون أنتم إليه، وما رأيكم بما يقوله الفلك عنكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا رغبتم بمشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.